مزيد من المتابعة يبقى معي محي الدين جبريل مراسل الغد عبر خدمة سكايب من الخرطوم. إذا محي، سأبدأ من حيث انتهيت، وهي المرحلة الجديدة التي يدشنها تجمع المهنيين السودانيين لاعتصامات شاملة تضم أكبر مدن ممكنة في السودان. إذا نحن نتحدث هنا حول آخر التطورات، ما هي؟ وائل، اليوم حسب الجدول المعلن من تجمع نقابات المهنيين وسوى المعارضة المتحالفة معه، اليوم الاثنين هنالك دعوة لاعتصامات لم تحدد أماكنها، ولكن ترك الأمر لخيارات المحتجين المتاحة، كما دعوا لتظاهرات في الريف السوداني في القرى. وائل، شاهدنا الأيام الماضية حركة احتجاجات في عدد من القرى والمدن الصغيرة في السودان. اليوم وهنالك دعوة من تجمع نقابات المهنيين لخروج القرى والأرياف في احتياجات أو اعتصامات. عادة ما ستكون هذه الفعاليات بعد 1 ظهرا 11 بتوقيت غرينتش، ولكن سنرى الساعات المقبلة ما إذا ستلتزم القرى السودانية، أو على الأقل من نظم الاحتياجات السابقة في بعض القرى والأرياف لإعادة التجربة مرة أخرى. لكن بصورة عامة، ما يجري هذا الأسبوع يا وائل يعتبر بروفة بعد اعتصامات يوم أمس التي كانت مدتها 3 ساعات في عدد كبير من الميادين في الخرطوم. طبعا هنالك بعض الميادين التي أعلن عنها طيب. لم تشهد محي، أريد أن أفهم منك، هذه الاحتجاجات التي طالبت فيها نقابة المهنيين السودانيين بالتوسع، هل هناك مناطق جديدة ستظهر فيها الاحتجاجات لأول مرة كالأرياف السودانية وغيرها، أم أن هذه المظاهرات ستكون كالمعتاد في أماكن اعتادوا التظاهر فيها؟ وائل، يعني تصفية مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل وقت تمدنا بفيديوهات وصور عليها توقيع الوقت الذي حدث فيه هذه الأشياء. عادة يمدون بمواقع وقرى جديدة خرجت. نحن نتوقع خلال الساعات المقبلة على الأقل أن تكون مسألة خروج الأرياف بمثابة إذن أكتفي بهذا القدر. محي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معي عبر خدمة سكايب من الخرطوم، أشكرك لكل هذه المعلومات.